نتابع مشاهدينا إبداعات الليلة مع المصممة سميرة المهيدي الكنوزي اللي كتشارك في هذه التظاهرة وكتعزز بالعمل ديالها تميزها بالتصاميم ذات الطابع الأنيق والجلامور. تصاميم مستلهمة من أصالة القفطان المغربية القديمة والمعروفة من زمان، معمولة كلها باليد من الطرز والزواق ديال المعلم. دخلت عليه سميرة المهيدي الكنوزي لمسات عصرية في القصات والمواد المستعملة بحال الصفيفة الرقيقة والخفيفة، ولكن كيف كتشاهدوا تقلات الثوب بالطرز ومنبت بطريقة فنية راقية جدا. الحزام من أهم الأكسسوارات في التشكيلة ديال سميرة المهيدي الكنوزي، استعملته على أساس أنه من الحلي أو قطعة من المجوهرات. مسك الختام ديال تشكيلة ديال سميرة المهيدي الكنوزي، فستان بلون باستيل رومانسي في دائما بصمة المصممة ونفس الألوان والبريق على الصدر. مجموع تشكيلة المصممة سميرة المهيدي الكنوزي، شيك وغلامور كيف ما عودتنا.